الحمد لله في الأولى والآخرة، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا ليال وحن إلهي أمها النقينا مربضا أين هلكا يمنبرك كدعا إني إن إلهي إن قال سيئ بش رمضان نبت قبي إنه قال سيئ عافما قبي إنه قال سيئ فرصدنا كوي كفا إلي استينا قردهم وحين إلهي هو ضمها النقينا إن إلهي بشي رمضان إن سوء قال سيئ فاللهم لك الحمد فاللهم لك شكر فاللهم زدنا ولا تنقصنا. هذا إلهي كذب بشي رمضان خير بدن بعد حيالة صوم كيبا يالة أجري سنة إلهي هو قار كنكتي والصوم لي وأنا أجزي به صوم كأني إسكالي إن كان كأبارين أيانا أنا أق يا إلهي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر القرآن وبشي قرآن كريم كأه إلهي سودت يبلها إنتو كدورتي بشا أو دورتي وبشي دعادة أي عاشي حتى دعادة سيدة يوحي سنة دعادة سيدة قار كانوا سيد دورتا هدي إلهي أبين كاي وافتيو أي نبي محمد ويديسي حديث كاسين أكو تصيو دعادة سيدة يو إلى شن ترين بشا رمضان تر أي ولي ده اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وبشي صدقة وبشي خيرات كفر بضن وبشي قيامك يا الصلاة يا هبينك ذكرك يا الدعاء يا قرآنك اللي وسو جيد يا اللي عبادي سنة يا صلاة ما أنت وحين إن يركع رضونا قرآنك كريمك قرآنك ولا ليال والرسالة إلهي إنه داري وكتابك حدو إن قد أدعوه إن قلوه أدون كين نحقاقي أخرين نحقاقي سوء إلهينا خير فربضا إن غسينا يلا بضبا دقنان حسلوني إن سيني بشان رمضان يا قرآن كريم كأ العلاقة أيها كده حية أما سكال هذا بيشا واحد كذا صوم كسي جود درضان تبع لكن وغمضا يا قرآن كعلاقة أيها كده حية عجيبة قرآن كريم كأ إلهي سلام إن شيء جاي هو دور طيب وحكر دور طيب بله كلو حسود تيجي بشي رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن كأنه هجية وبش اللي سويت شيء نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحقه اسكحه الصوم كي يقرآن كي فل وين إليه بو شيء نبي قلنا عليه الصلاة والسلام صوم كي يقرآن كو لا يرى الدو ذي أو شفع عقاد يا ويا أو هرجل يا أو خير سيادين يا الدون ك مالك قيامه على قدر كل حي سمر كي علماء المفسرين تكهد ليان صومك بشهر رمضان يقرآنك كريم كأوحى أي لهدان التفاصيل تأذ قفير سته بشهر رمضان يقرآنك اللي سود تجيه وح الله دحلي بشهر رمضان إيو أحكام تيدي فرل حقوق اللي قفر الليالي إيو وحي قفك كم ممنوعها وحكم إذا يوحي حلاش أوها
إلهي وحكى ورمى بشي رمضان مركز ساوح يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مؤمنين صوم بالله إذن كفر ليالي سيدي كوي إذنك إذن كهرية بالله كفر ليالي صوم أهان لكن نوع الصوم كا وين كفر الدول تقونا واللقيه ليا مركو إلهي آيات آيات كحك تكوى الرمي صومك أي إلى يحل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دعاء يوجد على قال لبشير رمضان أي هذا الصوم لحدقي مركاسا هذا أحكام الصيام كل السيود أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ولم يحل حيل ما مركا كرد حي القرآن كي يبشير رمضان سيدا درتد مشان هو بشير القرآن كي إلهي بالي إنا أنزلناه في ليلة القدر وحنسوجد إن القرآن كان كريم كهو وقرآن ضمير كريم وقرآن كريم كهبين رمضان تكترة وليلة القدر ليلة شرف يقيم له قدر أكتس إلهي كاله كن بلوتك خير بضن ملائكة أيسو دقيسو الله أكبر على قدس وعلى قدر القرآن كي خد حيسا ولا ليال سيدان هرب أشيعي مردد الكهر القرآن كنورشينا كجدا روحينا وحيوب باهنت هاي وحيقودته كركين ونوحيوب باهن وحقوت روحينا وحيوب باهنت وحنت كركين ونوحيوب باهن ياي وحكون نور هذا عنتو عنايه وحي عبا أيوب باهن ياي بروتين سبوب باهن ياي دحب و باهن يحي كربون هيدريت و باهن يحي جيركن سو نولادو هدي كلي جيركو و دمانيا غاچو و دينتي اون بو و دينتي با ايا ايا كخيغيسا روح دونا وي دمانيسا قلبغو و دمانيا هدي ان لهين وح ورابينيا قلبغو و ايجينك هوغامينيا جيركو او دن حبناها كلو او دن qalbigani haduu waayo tuunbadii ku furnayd ee waraabinaysay waa dhimanaya waxa kowka ah quraanka kariimka ah waxa laba ka ah sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam walidhalika ilaahay quraanka ruux buu ku magacaabay wakadhalika awhayna ilayka ruuhan min amrina ma kunta tadri mal kitaabu wala aliman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا بينهم سانو بيري هو هو وحيوني اي نادين روح كو سو وحيني روح با الله عبري وح وح نفكو غلينيا قرانك مفسر كسعدي تفسير كي سو وحو كو اورنيا الروح يحيا به الجسد والقران يحيا به القلوب والارواح وتحيا به مصالح الدنيا والدين بأرنية روح ده أما النفتني نقول شرتا شركة أكون نولانية مرها دي الروح ده لقاه سعره أفكوا دين تبع الأرنية وميت مقع تيت الكاسات غادة نيسا آسا كو آسا قبر يقولي ده ما ترى فدي اللي بود قارم ميت ما ده مرك الروح ده لقاه سعره وحنا تكون نقدر نقاس الله كبو أبوري إيه الله سرتي ده وأجي هاي إيه لقى جواب كري لا يهاي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا شركو هدو تاوبة هي تكدر وقلب يقولون نور عض وحيمان تو مدي مسلم كهاي دراميسا إيه القرآن كينا كلاجعين يجي القرآن كإني كلا قرآن قرآن كله وحدون يا التلاوة الحق للقرآن إن حق يس القرآن كلا صير ما نك أمضى مسلم كي إذ الأهان أي سيان قرآن كحق يس ما نك قيس كمسلم كي وحق يس سيان قرآن ك ما نك فرد جو أما قف كوسيان قرآن ك ما نك أي دولة سيسو حق القرآن ك مالك وقرآنك كشقيه جناسيه وكشقيه دقاله وكشقيه حفيز كمامولك وكشقيه مساجدك وكشقيه سوقه مالك سوى مالك قرآنك
lagu noolaanayo waayo quraanku uu nool yahay halkaan uu yahay jirkii uu nooleyn lahaa marka uu talaasho sida leerka loo talaasho maalinkaas in kor u kacayna dadkeenii hore taasay fahmeen saxaabadii nabigu rabeeyayna caalamka waxba kama yahayn nabi maxamed ka hor markay sirtaa fahmeen ee rasuulku uu ku rabeeyay ayay noqdeen caalamka qaar hoggaamiyey bal cumar bin khadaab siduu u fahansan yahay qur'aanku xaqa uu leeyahay in la siiyo bal ila dhageyso cumar bin khadaab radiyallahu canhu tafsiir ibn kathiir ayaa markuu aayadda yatluunahu xaqa tilaawati ay soo raraya marka wuxuu leeyahay cumar bin khadaab yatluunahu xaqa tilaawatihi wuxuu ku fasiray walaba tafsiir baa yatluunahu xaqa tilaawatihi ku jira culimmaduna markaa way isku qabteen yatluunahu waxay qur'aanka u akhriyayaan xaqa tilaawati akhriska uu qur'aanku xaq u leeyahay ama yatluunahu yattabicuunahu qur'aankay ku dhaqmayaan oo ay dabagelayaan oo ay raacayaan qur'aanku xaqa uu leeyahay waxa uu cumar bin khadaab qur'aanku u ahaa sidana dhegayso qur'aanku shucuurkiisa iyo dareenkiisuu galay qur'aanka ayuu la tafaaculayay qur'aanka sida aniga iyo idinkoo kale muuhayne qur'aankiina xaggaa marayo waadigaa adiguna aad waadigaa kala marayso muuhayne cumar wuxuu ahaa idaa mara bidikri aljanna markuu janno soo maro hee jannadii buu sawiranaya jannadii buu u boholiyoobayaa jannadii buu jeclaysanayaa markaasuu ilaahay janno weydiisan jiray marka uu soo maro aayad naarana ilaahay buu ka magangay ilaahuw naar naga badbaadi inaguna maba oginba bal cabdillaahi bnu mascuudna ila eg radi allaahu canhu waardaah mufasiriinti waaweyneeda qur'aanka waa u dhaaranaya aayaddan markuu ka hadlayo waladii nafsii biyadi ilaaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay buu leeyahay ina xaqa tilaawatihi qur'aanka xaqa uu leeyahay marka la siinayo waxa weeye qofku an yuxilla xalaalahu inuu xalaalaysto qur'aanku wuxuu xalaaleeyey inuu xaaraamaysto uu xaaraam ka dhigto qur'aanku wuxuu xaaraam ka dhigay inuu u akhriyo eg lama kala reebay akhriskii iyo ku dhaqankii iyo xalaashii iyo xaraamtii iyo caqiidadii bal u fiirso uu u akhriyo sidii alla u soo dejiyey waa inaanu qur'aanka isagu waxba ka bedelin sida ilaahay uu soo dejiyey uu u dhigay waa inaanu u fasiran qur'aanka si aan alla u fasirin oo tafsiir qalada aanu isaga iskaga fasiran ibnu cabaasna waxa uu ku fasiray ila dhegayso yattabicuunahu xaqa tibaacihi buu waa inay qur'aanka u raacaan xaqa uu mudan yahay inuu raaco markaa qurdubi ayaa tafsiirkiisa ku soo ururinaya macaanida markaa macno yaro cajiiba ayuu ka soo saaray qurdubi iyo ixyaa culumuddiinka alimaamu alghazaali labadoodaa si cajiiba isugu qabtay qurdubi wuxuu yidhi yuratiluuna alfaada qur'aanka waxaa laga bilaabayaa horta inaad iska hagaajiso akhriskiisa laba akhrisku uhi ma tarayo waxba wayafhamuuna macaaniya qur'aanka inaad fahanto saddex fa inna bifahmi almacaani qur'aankii markaad fahanto ayaa yakuunu alittibaacu liman wufiq buu yidhi ayaa ku dhaqankii markaad fahantay ayuu imanayaa qur'aanka inaad ku dhaqanto walidaalika sheekha imaamu alghazaali ayaa isna wuxuu leeyahay qur'aanka marka uu la odhan karo qofku xaqiisii buu siiyey waxa weeye marka saddex ay iskaashadaan koow allisaanu carabka laba alcaqlu fahamka saddex alqalbu qalbiga oo ah ijiinka kama dambaysta ah ee wax dhaqaajinaya carabku muxuu samaynayaa tasxiixu lxuruufi bitartiili in qofkii carabkii qur'aanka iska hagaajiyo faatixada waa inaad haddaad wax kala garanay faatixada iska haga ii dhiga dheh ha ka cishoonin waxadulcaqli caqligana ama garaadkuna isaguna waxa caqliga nasiibka uu ku leeyahy qur'aanku waa maxay tafsiiru lmacaani inaad raadiso inaad tafsiirkii fahanto qur'aankii waad hagaajisay waanad fahantay maxaa soo raacaya nasiibkii qalbiga iyo dheeftiisii oo ah alitticaadu bitaahuri waliticaadu
والتأثر بالانزجار والائتمار قرآن كوحو كفر يعني الله تماض وقلبي قمرك أيو داد علي وحو كاربي ينات كالليرات مركز أوحو ليه فاللسان يرتب والعقل يترتب والقلب يتعد بوي عربكو أخرية فهمك يا قرات كنو ترتم يا معانيه بفهم يا والقلب يتعد قلب كنو كو أن توب يا يو فلنتي أمك تشوكسي وحوال القفري لك هاري وحاك تشوكسي وك تشوكسني ولا ليه فحنكو سوق بقبيني آية القرآن إلهي وحل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى هدي حقي يقول لك قيمة دهنون كتاب وفسرين دو حكوفة ثانية كتاب يا الرسول كقار قال كنا كتاب كان يهدو يدي ما دو تذكوا أخلا بحيا هدب فمن اتبع هدايا قرآن كي يقاك الدبق له هجل القرآن قرآن كإنو كدير هذا إسك إلالية قرآن كراعة كقرآن كإساقة كدير هذا نبي محمد واكا عبانية وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قفك قرآن كدبق له فلا يضل في الدنيا سيدا ابن عباس كفة صيرا يا الضبري إمام المفسرين تفسير كيسا وكسا والرأي فلا يضل في الدنيا الدنيا دا كوح الله بمعيه طريق توسك أبو حيثانية ولا يشقى أي في الآخرة آخرنا إنه قول درستي إسكدا والليباني وقوليستي والنجحي ومن أعرض عن ذكري قفك كدير هذا كتاب كيغا ذكري قاسي وقرآنك قفك كدير هذا إسكدتك قرآن كل ما شغين يواقعا أرتكال الله إيه قضب ما أنت ترى إيه حير رير إيه حير قبيل با ماشا السعودة وذادو وذاد الله أنيقى كتاب اللي وركيقى مؤقى إيه أنوقو ندام كعالم كبوش غينا يان راعية كتاب إيه مفلا مش غينا يلا بكون إيه ليرات كمش غينا يو ومن أعرض عن ذكري قفك قرآن كيقى كالليرات هيه فإن له معيشة ضنكا إلهي بايني نرش كديد يا الرفاع يا السلم أيو كسبية هبا أمو غضو من النار هبا أمو غضو مضح هبا أمو غضو باورينو هايستيه وقبي ونحشره يوم القيامة أعمى وحن الصو حشرين دونا أو نكيني دونا بنك القيامة لصو أرورين دونا ليسو كيني دونا سقو عند الله دم قفك كتابك كل رقم يسوع عند الله وحقا يمن دونا تفاصيلته محاكم إذا سيدا إلى شيء يسوع دم بالكين دونا عند الله أما يسوع بلا حجة كحجة وحجة يستو أو بتبادين يسأن هيسن يسوع بلا حجة أبو يمن دونا هي تفاصيل كله ابن عباس وحو كز آية دا مرق دول تاجي هاي بوحو أرنا يا إلهي وحو بلن قاضي قفك آخر يا قرآن ككريم كا أخر سوى قرآن ماها واتبع ما فيه إذا بقال الراعة وحكو قدس كتابك أن لا يضل في الدنيا إن نكوها الله بين الدنيا أخرنا أن نكو كل الرئيس روايات كلها لقصة وريني أنا وحي الله داي قفك قرآن كأخرية هنون كي سنة الراعة إلهي وحقو بدبادني يا مالك قيامها حساب تحبو إلهي كبدبادني يا مركو آيات أنا خير وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسولك وعبنا يا أولي أمد قرآن كي هو كرده رادين إلى هيو طلقي كرده رادين أو تفاصيل بدل لقو فصيلة مره رأي نكو ورأي مرك الله نكو ورمي دونه أي آيات دا مركو فصيلة أيو أي دع أيو ابن, عب... ابن كثير بلابا يا تفسير كيس مركز أو حليه وانا هل كان كسو قبل قبيل أيو وحليه فنسأل الله الكريم المنان إلهي بين برينا إلهي بين برينا فأسأل الله ما أرم إلهي وحين برينا إله وناكس إله هبديس يعض يديس يبحنتيس أي بضنتهاي إله أود له وحو البكرة أن يخلصنا مما يسخطه إنه إن قبت باديو وحي سقع على قلنية ويستعملنا فيما يرضيه إنه إن قش غقلي أو قار سمية إن قدقه وحا إلهي رالي قلنية أو أه هي كتاب إلهي من حفظ كتابه
أو أه كتابك إلهي حفظ قيسة وفهمه يفهم كيسة والقيام بمقتضاه يقول لغك وحى قرآنك ينور شيقي نقول أنت سين كدعا سنين من وناكسن أي إذا يرت حق قرآنك مرين أيام حفتي القرآن كوي كوي ناقصين يهدي وحابا كم إذا أنا يرتق والله إذا سجت ما أنت مساجك نوم مرتدى القرآن كي شوية لأن يروي القرآن كقدرة تفسير كي سين البرتان لأن يروي قدرة إن القرآن ككل قنتان والله البركة كترت إلهي بايلي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياتي القرآن كبرك ليلك وإن أضفر في ستة وإن البرتان معنيسي وإن تقول قنتان أولو الألباب كقرآن وحكلا صباحية وما يذكر إلا أولو الألباب مركا ونواناك سنتهين قرآن كي وينو عزينينا مركا غاركو وحن آد قلبي ويحانونا مركا دنوبتين ليقة دادنا يا أركو قبيالة دا أركو سياسة الله سكو الله يستا أركو حمانتا أركو فيسبوك يدا يسوشي الميليا أركو معاصدة كسعوتا معاصدة سوق الإحمر يسا مركا أركو أيانا تلو 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 أركينو محونا قرن عتيلدنا حدنا حق كلا أسارة مركزها واحد أركا قرانكي أو صنولاني قرانكي أو كرلو قاضي قرانكي أو سيبر كوبية مساجد دي أو إن بدنا أي عمير ما يسوا إنك صو إنت أنا جارين واحد بنك إنك تشوف أين أنت أكل جارين مركزها واحد على شركة يوانا قوي سريان يعني ورشركة هذين كقبوت إنه قرانكا يوانا هذين كقبوت إنه إلهي بايدي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين وإنه يقلبت إن شاء الله يا حفردي لن يرتعي وصحر إني يعين كل رجل إني ثم الصلاة ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد رضى الله عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في شهرنا هذا شهر رمضان المبارك ووفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة وفي أرض فلسطين اللهم انصر إخواننا أهل القدس يا رب العالمين اللهم عجل لهم النصر والفتح المبين اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم أيدهم بتأييدك اللهم إنهم عبادك فانصرهم يا رب العالمين على القوم الكافرين ودمر اللهم اليهود ومن يساندهم فإنهم لا يعجزونك اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم عجل لهم العقوبة والهزيمة معا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ولا لها مسلمين تفرمها كردون صافرتي يقاركود إهل كود اللي انتي قاركود حانو السنية قارنا لفرد يوحانو السنية أجرى ويني أبنها قار واحد ترى الدين لقول لي يا قار بس على ذي سبعة ترى قار لي بعدين هاي أنت بدي بتاع الله كتول قاضي أنت اللي متى الله هو الحريصه أنت الدين يس الدين الله كتول قاضي أنت حنوسان يس الله شافي أنت حنوسان يس الله شافي أنت بيشن وحوي خير إيه ونقدوني سخير كالله سي دمانتين السجارنا ويسود عينا سعامنا مسلم يقول إنه ودع عيننا إلى هو مسلم كدي بعترض كتول قاضي نسل يقول إله سي إله سجارنا قفله أننا جن جمدا dibta uu dareemay culayska uu dareemay adaa ka qaadi kare ilaahu khayrna u gali culayskana ilaahu ka qaad rabbigayo ilaahu wana soomanna ilaahu min baan dultaagna ilaahu daciifin baarna ilaahu adaan ku baahanay baahanayal baarna ilaahu naga aqbal ilaahu dalka noo wanaaji oo dadka noo wanaaji oo dunida noo wanaaji oo ilaahu diinta noo barakee ilaahayo
بلايون كميري يودن إلهو نجحيك دم بيقرن إلهو نجداف إلهو متن النصه نوني توفيقنا إلهو النسيم أهل القرآن إلهو نجدي أهل القرآن إلهو نجدي أهل القرآن إلهو نجدي آمين آمين واقف ما كود بنايس فهم كأريه بدن اللغة الإنجليزية ما عرقتي إن آخر سكاجا عقبات أيهور تاجنت هاي مع ميلسيا تاسيو حلسو أديك أقوال مال وحات كهل حساب برنامج كأريج مانتا Word of the Day كاسيو أدمارون البكو برنايسو أري عصوب أو معنيه سا يا أديك سجي سبب لغوش رحيو بالوالبا دمات كيدا قال امتحان كبشة أريج دي عاد برتاي أو كوجوريسو أبال مرين قاليا أريج مانتا وفرصة كوبعينتا كايد كأريجا ده لغة إنجليزية سيادو استعماشو قر إريغا ويد وندير بغول يكنتون